اهلا بكم طلابي، طلاب الصف الاول الثانوي. هنشتغل مع بعض دلوقتي ريفيجن شهر اكتوبر، لنستعد للامتحان. هنبدا بريفيجن تريجنومتري. هنبدا واحنا شغالين نحل سؤال سؤال ونفهم يعني دايركتد انجل ان ستاندرد بوزيشن ار ايكويفالنت اف زي هاف سيم تيرمينال سايت. خلي بالك من السؤال ده، تمام؟ الايكويفالنت لازم تبقى عارف عشان نقدر نقول اي اتنين انجل ايكويفالنت. يعني كلمه ايكويفالنت يعني الاتنين متوافقين مع بعض، تمام؟ لازم يكون ذا سيم تيرمينال سايت، ذا سيم تيرمينال. يبقى لو عندك اتنين انجلز، سالك الاتنين انجلز دول ايكويفالنت امتى؟ هاف ذا سيم ايه؟ تقول له تيرمينال سايت. خلاص، ذا انجل ميجر 60 ستاندرد بوزيشن ايكويفالنت تو ذا انجل ميجر بتاعها كام؟ انا هقول لك الاجابه اكيد مش 120، اكيد 420. ليه يا مستر 420؟ تعال نشوف. 420 دي اكبر من 360، لما اعمل لها ماينس 360 تدينا كام؟ برافو عليك، تدينا 60 ديجري. يبقى ال 420 دي ايكويفالنت لل 60 ديجري. شايف؟ كلمه ايكويفالنت يعني قد بعض. هم قد بعض ليه؟ عشان احنا شلنا منها لفة كاملة. لفة كاملة يعني 360، 420 minus 360 اديتنا 60، يبقى 60 equivalent ل 420. 585 standard position، عايز ال equivalent بتاعها. انه انجل من ال 4 angles دي؟ تقول لي مستر 585 ده رقم اكبر من 360، لازم اشيل منه 360 لغاية ما يبقى اصغر من 360. تقول لي مستر 585 minus 360 equal 225. اللي بعدها 2019 موجودة في انهو كوات؟ طبعا ده رقم اكبر من 360، اخده كده واعمل له ماينس 360. هتقول لي يا مستر لما عملت له ماينس 360 بقى ايكوال، تقول لي مستر ما زال اكبر من 360، نعمل له ماينس 360 كمان. تقول لي يا مستر نعمل له ماينس 360، طلع ايكوال 1299. تقول لي يا مستر ده لسه اكبر من 300، نعمل له ماينس 360 كمان. بقى ايكوال 939، تقول لي لسه اكبر، يبقى ماينس 360 كمان. 579 minus 360 كمان. بقى 290. تقول لي يا مستر كده احنا عملنا كام واحدة 360؟ ماينسنا 1 2 3 4 5، عملنا ماينس 5 360. كنت المفروض اكتبها من الأول كده لو أنت ذكي جدا، نكتب كده 2019 minus 5 times 360، كأنك هتعمل الرقم ده minus 5 مرات 360 زي ما انا عملت هنا. بس انا عملتها هنا يعني بستبس واحدة واحدة، هنا اعملها تكة واحدة طلع 219. طب ال 219 دول في انهي كواد؟ تعالى هنا كده نفكرك بالكوادرنتس. هنا الزيرو انجل، هنا ال 90 انجل، هنا ايوه برافو عليك 180، هنا 270، نرجع تاني 360. ده اسمه الفيرست، ده اسمه السكند، ده اسمه الثيرد، ده اسمه فورس. فانت الرقم 219 في مكانه ما بين ال 180 وال 270، يبقى 219 ده في الثيرد كوانت. خلاص الثيرد ايه؟ كوانت. The angle was the measure
is 45 plus 4n plus 1 times 90. يعني belong to n دي belong to z. قلت له انا بص هحط الرقم n ده بزيرو. 45 plus 4 يعني انا بفضل نحطه ب1 افضل، يعني هي الاثنين صح هتطلع نفس الاجابه. نجرب ال1، شيل n وحط 1 يبقى تايمز 1 بلس 1، كل ده تايمز 90. شايف انا كتبتها ازاي؟ حطيت ايه؟ put n equal 1، حطيت ال n بكام؟ شلت ال n دي وكتبت مكانها 1، حطيتها على الكالكوليتر طلع لي كام؟ برافو عليك، قلنا مستر بوس دي 45 تمام، وهنا هتكون 4 بلس 5 بلس 45 equals 495. تقول لي يا مستر الرقم ده ما ينفعش اختار في انه كويس، لازم اصغره شويه بعمله ماينس 360 صح كده؟ فاكرين ماينس 360 تقول لي يطلع 135، فانه كويس ال 135 هتلاقيه في السكند كويس. خلاص السؤال اللي جاي ده بيقول لك في ستاندرد بوزيشن انجل، يعني انجل في الستاندرد بوزيشن ما بين الزيرو وال180، ذا تيرمينال سايد لايز اون فين؟ بالمره كده افكرك بحكايه التيرمينال سايد، طالما جت سيره التيرمينال سايد ده اكس وده اكس داش، واي واي داش. بص كده الستاندرد انجل دي او الستاندرد بوزيشن للانجل لازم تبقى عارف عنها شويه حاجات، لازم تبقى عارف شكلها. اول حاجه لازم تبدا من الايه، الاكس اكسس والفيرتكس بتاعها الاوريجين. خلاص هو قال لك كام؟ 0 180 ده الزيرو وده ال 180. كلمه 0 180 يبقى التيرمينال سايد ده، بص ده سايد، انت عارف اي انجل في الدنيا عندها اتنين سايد، اي ده واحد فين التاني؟ التاني اكيد على خط ال 180، واحد على الزيرو واحد على 180 اكيد كده شايف. فده موجود فين؟ قلت له ده موجود يا سيدي على الاكس نيجاتيف. وبيسألني فين الانيشال؟ بصوا السايد الاول ده اللي هو على الاكس ده اسمه انيشال، اسمه ايه؟ فين التريمينال الثاني الاخير ده اسمه تريمينال، تريمينال سايد. فهو بيسألني على التريمينال سايد، قلت له التريمينال سايد على الاكس داش على النيجاتيف اكس اكسس. سيتا ونيجاتيف سيتا ذا تو ايكويفالنت انجلز ستاندرد بوزيشن، زين السيتا كان بكام؟ قلت له اكيد السيتا ب 180. خلي بالك السؤال ده حلو، سيتا ونيجاتيف سيتا يبقى السيتا ب 180 دي من غير ما تفكر. السبب ايه؟ انت لو السيتا عندك ب 180 يبقى 180 ونيجاتيف 180. طيب 180 وعرفناه، طب حكايه نيجاتيف 180 خدها على جنب نضفها، شوف الايكويفالنت بتاعها، الرقم النيجاتيف بنحط له بلس 360، نيجاتيف 180 و 360 تطلع كام؟ 180. ايه ده؟ ده طلعت هي هي اول واحده، يبقى النيجاتيف 180 هي هي ال 180، يبقى الاثنين دول اسمهم ايكويفالنت. السؤال ده حلو، بيقول لك A و B two measure of two equivalent angles، يبقى نيجاتيف A ونيجاتيف B برضه ايكويفالنت angles. خلاص السؤال اللي بعده بيقول لك if the hour's hand turns one revolution then the minute hand turns with the angle can. طبعا في اتجاه في فرق، بيقول لك في فرق لما يقول لك clockwise clock يبقى الان يبقى الانجل بالنيجاتيف، الانجل بالايه؟ طب انتي عكس عقارب الساعه يعني انجل بالبوزيتيف، الانجل بالايه؟ البوزيتيف. فهو بيسألك بيقول لك هو مع الايه؟ مع الساعة عمل قد ايه؟ 1 ريفوليوشن، 1 ايه؟ 1 ريفوليوشن يعني لفة واحدة. تيرنس لف لفة واحدة، 1 ريفوليوشن، لف اللفة، اللفة الواحدة دي معناها تمام؟ معناها ايه بقى يا مستر؟ معناها 360. طبعا انت زي ما انت عارف كلمة 360 عندنا يعني ايه؟
تقول لي يعني ايه يا مستر 760؟ هو قال لك مع عقارب الساعة، يبقى تقول لي يا مستر يبقى اكيد بالنيجاتيف، يبقى اكيد بالايه؟ بالنيجاتيف. السؤال اللي نيكست بيقول لك the smallest positive measure of angle was measured 1918 80 sorry 1180. طبعا ده رقم كبير، نعمله ماينس 360، بس عشان نخلص ده مش هنفضل كل شويه ماينس 360 ماينس 360. تقول له مستر يبقى ماينس 360 ويبقى 1 تايمز كام؟ نعمله تايمز كام؟ نجرب مثلا تايمز 4 كبيرة صح؟ طب نجرب، تقول لي لا مستر ممكن نعملها تايمز 3 كفاية، يبقى 80 ماينس 360 تايمز تايمز 3 ايكوالز 100. شايف؟ وخلصت. طبعا ده رقم بالنيجاتيف، فالنيجاتيف انت عارف بنعمل فيه ايه، بنزود عليه 360. لو هو بوزيتيف هو اكبر من 300 نعمله ماينس 300. طب هو لو نيجاتيف نزود 360. طبعا هتلاقيه كمان مش هيكفي، هتعمل بس 360 مرتين، هيبقى ايكوال 150. لازم يطلع رقم بوزيتيف، لازم يطلع رقم ايه؟ بوزيتيف. نفس الكلام نيجاتيف 850 بلس 360 كم مرة؟ مش عارف، نجرب مثلا مرتين، نجرب ثلاثة، يبقى نيجاتيف بلس 360 تايمز 3 equals 230 230. بس طبعا انا عندي مشكله، هو ما طلبش النيجاتيف، ما طلبش البوزيتيف، هو طلب ايه؟ النيجاتيف. طلب ايه؟ يبقى دي غلط. ايه العمل يا مستر؟ العمل انك انت وانت بتعمل ماينس 360 تجيب النيجاتيف، يبقى تعمل تايمز 2. تايمز كام؟ 2. يعني انت هتعمل كده من الاخر، ممكن نيجاتيف 850 بلس 360 بلس 360 مرتين، شايف؟ تبقى ايكوال نيجاتيف 130. انا عايز النيجاتيف ده بقى. هنا كان طالب ايه؟ بوزيتيف، هنا طلب ايه؟ نيجاتيف، عشان كده جبت له بالنيجاتيف. The greatest negative measure، طبعا هنا طلبها لي بالايه؟ بالنيجاتيف، فقلت له خلاص 1375 minus 360، نفضل نعمل minus 360. طبعا انا فضلت اعمل ماينس 360 تمام كم مره؟ 1 2 3 4 تايمز 4، طلع في الاخر النيجاتيف 65. انا عايزها بالنيجاتيف، هو طلبها بالنيجاتيف، قلت له خلاص هجيبها لك بالنيجاتيف. The terminal side directed theta in standard position lies in third quadrant، بيقول لك انه في دول الثيرد quadrant. أول واحدة هعمل لها بلس 360، يعني نيجاتيف 220 بلس 360 إيكوال 140. 140 ده في السكند، طيب دي نعمل لها بلس 360 تطلع كام؟ 240. هو عايزها فين؟ هو بيقول لك عايزها في الثيرد كواد، قلت له ما 240 دي في الثيرد، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة.
120 وشويه، فانو كواد 100 اكيد في السكند. يعني انت عندك، انت عارف الكواد 0 90 180 120 اكيد فين؟ في السكند. 107، بص ده بقى، ده سؤال بقى في الناس الفهم. 179 and 59 minute and 60 second. ال 60 second فيها ال 1 minute، يبقى 59 minute 1 minute يبقى 60 minute، يبقى سوري 60 minute. 60 minute فيها ال 1 degree، يبقى دي كلها عبارة عن 180، دي كلها كده 180 degree، او حطها على الكالكوليتر. بص كده هكتبها على الكالكوليتر. بص one seven nine، تمام، degree 59 minute 60 second. بص تك ايكوال كده بيطلع كام؟ 180. يبقى دي 180. ال 180 موجود فين؟ على الاكس اكسس. على الاكس ايه؟ on the x axis. خلاص طبعا ال 100 عندنا شويه انجلز كده زي ال 0 وال 90 وال 180 وال 270 وال 360، دول اسمهم كوادرانت انجلز. لو جات لك في الامتحان مين الكوادرانت الانجل، اختار ال 90 او ال 180 او ال 270 او ال 360. سؤال مهم طبعا. خلينا في الأسئلة المهمة. بص السؤال نمبر 18، which of the following represent directed A O B in a standard position. طبعا دي مش standard position، ال standard position لازم يبدأ من ال X، برضه دي مش standard position لازم يبدأ من ال X. بدأ من ال X صح كده، ال initial بتاعته من ال X، يبقى هو ده ال standard، هي C. خلاص بيقول لك هنا negative 30 in a standard position in rotate انتي كلوكوايز. انتي كلوكوايز معناها الانجل بالبوستيف. الانجل بالايه؟ هو ماشي قد ايه؟ قال لك 1 اند هاف ريفوليوشن. 1 اند ايه؟ 1 دي معناها لفه، اللفه يعني 360، الهاف دي نص 360 اللي هي 180، اللي هي 100 ايه؟ 80. فقلت له كده نيجاتيف 30 بلس 360 اللي هي لفه، والهاف بتاعها 180. خلاص وحطيت على الكالكوليتر. طبعا اللفة دي هتطلع كلها كده 180 150 150، يبقى 400 400 510. ديت كام؟ 510. تقول له مستر 510 انا هعمل ايه دلوقتي؟ هتشيل من الناس 360 زي ما انت متعلم. 510 ماينس 360 كام تبقى؟ تقول لي 510 ماينس 360 تطلع 150. 150 في انو كواد؟ في السكند كواد. تمام السؤال ده سؤال جميل، نركز فيه واحنا شغالين. خلاص السؤال اللي بعده، بص السؤال ده بيقول لك if the terminal side of the angle 120، angle 120 بيسألك على terminal side standard position rotate 2 and a quarter revolution. 2 and a quarter زي ما انت عارف ادي 120، تمام، rotate anti anti clockwise يعني angle positive يعني plus قد ايه؟ كام لفة؟ لفتين يعني 360 plus 360 and a quarter. تقول لي quarter دي 1 over 4 times، احنا عايزين نعرف اللفة ب 360. طب ربع اللفة 4 times 1 over 4 times او 360 divided 4 يدينا 90، يبقى plus 90. يبقى عملنا ايه؟ مسكنا الانجل عملنا لها لفة ولفة لفتين وربع quarter يعني. طبعا هنا هتبقى الانجل 200
210 يبقى الإجابة بتاعتك 210. خلاص آه سوري 210، بص كده هي مش 210، هي 210 و 360. ال 360 كده انت بتعمل لها ماينس ماينس ملهاش لازمه، خد الارقام العاديه بقى كده، ده بلس ده يطلع 210. شكرا، سيبك من 360 كده كده، واحنا بنجيب الانجل دي ونفضل نعمل لها ماينس 360 ماينس 360. The terminal side of angle in standard position passes through negative 1 1، يعني في هنا ادي كده الاكس اكسس والاكس داش، في انجل كده، في انجل اسمها ايه، لازم تبقى عارف ان الستاندرد بيبدا من الاكس، ماشي. التريمينال فين مكانه اللي هو السايد الثاني عند النيجاتيف 1 1، فين النيجاتيف 1 1؟ نيجاتيف 1 هنا وهنا 1، نيجاتيف 1 وطلعنا 1 كده، يبقى الانجل دي قد ايه؟ تقول لي مستر انجل دي اكيد 135. ليه يا مستر؟ عشان انا هنا في السكند كوارت، هنا ده اسمه فيرست، ده سكند، ده سيرد، ده فورس، فالانجل دي في السكند 135. خلاص آه السؤال ده بيقول لك ديترمين ذا كوادرنت، عايز يعرف الكوادرنت ده، قلت له هنحط بوت اكس آه سوري هي ان، الان دي هنحطها دايما بكام؟ 1، افضل لنا لو قلت له خلاص يلا، يبقى الاجابه 30 بلس 4 تايمز 1 ماينس 1 تايمز 90 يبقى 30. طبعا ده تايمز ده ادينا 270 ب 300، حطها على الكالكوليتر يعني 300. طبعا ال 300 ديجري في انهي كوات؟ اكيد موجوده في الثيرد كوات، فور سوري الثيرد. برافو عليك، انت عارف ان الانجلز هنا 0 هنا 90 هنا 180 هنا 270 هنا 360، يبقى 300 في فورث كوات، يبقى ايه؟ فورث كوات. Write the positive measure of the smallest angle and the other angle negative measure. قلت له خلاص هي الانجل دي، قلت له البوزيتيف ميجر، هقول كده البوزيتيف ميجر 100 نيجاتيف 135 بلس 360، يبقى البوزيتيف ميجر بنعمل بلس 360، النيجاتيف ميجر، النيجاتيف ميجر هنعمل فيها ايه؟ اه برافو عليكم، هنقول نيجاتيف، قولوا مركز يلا، نيجاتيف النيجاتيف ميجر نيجاتيف 135 يبقى نعملها ماينس 360 تيجي تطلع نيجاتيف 495 ديجري، كده جبناها بالبوزيتيف جبناها بالنيجاتيف، خلصت المسألة. تمام خلي بالك برضو من جزء اللي بيلف انتي، بص كده دي بتلف في ايه؟ برافو عليك، لما تلف كده بص كله يركز معايا، تلف يمين يبقى دي انت، يبقى ده كلوك، لما تلف يمين يبقى ده ايه؟ كلوك، يبقى نيجاتيف. طب لما تلف شمال كده يبقى ده انت، يبقى ده بوزيتيف. لما يكون انت كله مركز معايا، لما يكون كلوك هنعمل ايه؟ بص ده بيتلف ازاي؟ تعالى كده يمين صح؟ بص 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 بتلف يمين كلوك وايز، يبقى لازم الانجل تعمل فيها ايه؟ تاخد الانجل ماينس 360 تطلع الانجل بالنيجاتيف، شكرا، بس يبقى 42 ماينس 360. طب اللي بعدها دي بتلف ايه؟ برافو عليك، تلف انتي، بص كده تعمل ايه؟ تقولي نيجاتيف، ناخد نيجاتيف الانجل بلس 360، تحفظ الرولز دي، يبقى دي لما تكون كلوك، دي تعملها لما تكون انتي، يبقى نيجاتيف الانجل نيجاتيف 115 اخدها بلس 360 تطلع الانجل بالبوزيتيف. اللي بعدها دي بتلف ايه؟
كلوك، طالما كلوك تحافظ الانجل، الانجل ماينس 360، الانجل اسمه 90 ماينس 360 تطلع نيجاتيف 270، دي بتلف كده كده يعني ايه؟ برافو عليك كده شمال، يبقى انتي انتي بنعمل ايه؟ تاخد نيجاتيف الانجل بلس 360 يبقى نيجاتيف 34 بلس 360 تطلع 326. خلي بالك في فرق، بص كده هنا لازم لو هي كلوك لازم الانجل تطلع بالنيجاتيف، لو هي انتي لازم الانجل يطلع بالبوستيف في الاخر. خلاص احفظ الرول ده والرول ده.